السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة إن شاء الله هنتكلم على واحدة من البيولوجيكال بروبرتيز بتاع الأنيمال فيروسز، ألا وهي علاقة الفيروس بالخلية من خلال دراستنا للفيروس مالتيبليكيشن سايكل. إزاي فيروس بارتيكل واحدة هتدخل خلية حية علشان تتضاعف في عددها وتخرج الوحدة دي تبقى 100 وتبقى 1000 وتبقى مليون. ده اللي احنا بنسميه الفيروس مالتيبليكيشن سايكل. الفيروس مالتيبليكيشن سايكل وان كانت في تفاصيلها تختلف في الدي ان ايه فيروسز عن الار ان ايه فيروسز، الا ان المحطات اللي بيمر بيها الفيروس ثابته. الستبس اوف فيروس مالتيبليكيشن سايكل هي نفسها نفس الستبس. ايه هي الستبس اوف فيروس مالتيبليكيشن سايكل؟ دور التضاعف الفيروس تبدأ بالتصاق الفيروس بالخلية، ودي أول ستيب اللي بنسميها الأدسوربشن أور أتاشمنت أوف ذا فيروس تو ذا سيل. الخطوة الثانية هو اختراق الفيروس للخلية اللي احنا بنسميه البنتريشن أور إنتري أوف ذا فيروس إن ذا سيل. بعد كده الفيروس بروتين كوت بيتخلع من على النيوكليك أسيد، وبنسمي الكلام ده أنكوتينج أوف ذا فيروس. بعد كده الفيروس بيعمل ترانسكريبشن للنيوكليك اسيد بتاعه بحيث يخلق البروتينات المبكره اللي هي السينسز اوف ايرلي بروتين، ودي بيكون ليها دور في الريبليكيشن سايكل بتاع الفيروس نيوكليك اسيد. الخطوه اللي بعد كده بديهي جدا ان يحصل تضاعف للنيوكليك اسيد بتاع الفيروس، ريبليكيشن اوف ذا فيروس نيوكليك اسيد. الخطوه اللي بعد كده ان الفيروس يعمل الاستراكشرال بروتينز اللي هتترص حوالين النيوكليك اسيد، فنسمي الكلام ده سينسز اوف ستراكشرال فيرال بروتينز. بعد كده الخطوه السابعه ان الفيروس بروتين هيلف حوالين النيوكليك اسيد، فنسمي الكلام ده تجميع الفيروس او الاسمبلي اوف ذا فيروس. الخطوه الاخيره هو تحرر او خروج الفيروس من الخليه، بحيث ان الفيروس بارتيكلز اللي حصل لها مالتيبليكيشن دي وكترت في العدد تخرج من الخليه. الادزوربشن اوف ذا فيروس انتو ذا سيل، وده الخطوه الاولى، وده من خلالها بيتم الاتاشمنت او الادزوربشن اوف ذا فيروس اون ذا سيرفيس اوف سسبتبل هوست سيل. الفيروس بيلزق على سطح الخليه، وده بيتم من خلال ثلاث طرق. اول واحده الكوليجن التصادم، تاني واحده الايونيك اتراكشن التجاذب الايوني، ثالث واحده اللي هو الاتاشمنت اللي بيحصل بين الريسبتور بتاع الخليه والجلايكوبروتين بيبلوميرز مثلا بتاع الفيروس. اول واحده الكوليجن اللي هو الطريقه الاولى ديت، بيبقى فيها الفيروس والخليه الاثنين لو موجودين في سوليوشن بيحصل لهم زي اي جزيء في الدنيا حركه عشوائيه، قد تنتج من خلال الحركه العشوائيه ديت ان الفيروس يلتقي بالخليه فيحصل اتاشمنت او ادسوربشن للفيروس على سطح الخليه من خلال السير ريسبتور. وده بيعتمد على عدة عوامل، أول حاجة الكونسنتريشن بتاع الفيروس والخلية، تاني حاجة الانفيرومنتال كونديشن زي التمبريتشر، كل ما تزيد التمبريتشر كل ما بتزيد الحركة فتزيد احتمالية التلاقي بين الفيروس والخلية، تاني حاجة البريزنس، آخر حاجة البريزنس أوف إلكترولايتس زي الصوديوم كلورايد أو المغنيزيوم كلورايد أو البوتاسيوم كلورايد، وكمان البي اتش درجة الأس الهيدروجيني بتاع الوسط المحيط. بعد كده بنتكلم على الخطوة التانية الايونيك اتراكشن، وفيها الفيروس بارتكل والخلية في النيوترال بي اتش، بي اتش 7. الفيروس له بروتين كود فبياخد النيجاتيف تشارجز، والخلية البلازما ميمبرين بتاعها بيبقى فيه بروتينز برضه بياخد النيجاتيف تشارجز، وبالتالي الفيروس اللي بيحمل الشحنات السالبة والخلايا اللي بتحمل الشحنات السالبه الوضع الطبيعي ان هم يتنافروا عن بعض، لكن في وجود المغنيسيوم والكالسيوم او الصوديوم اللي بيحمل الشحنات الموجبه فالكالسيوم يبتدي يجذب الفيروس باتجاهه ويجذب الخليه باتجاهها، لان الكالسيوم بيحمل شحنات موجبه فيجذب الفيروس السالب ويجذب الخليه السالبه، فما كانه بيقربهم من بعض لحد ما يحصل السبيسيفيك بايندينج. الخطوه الثالثه اللي هو الاتاشمنت، اللي هو بيحصل فيه بقى البايندينج اللي هو بيبقى سترونج بايندينج بين الفيروس بايندينج اورجانيلز والريسبتورز بتاعه الخلايا اللي هي السبيسيفيك اريا.
يبقى احنا هي كده بيحصل فيه السبيسيفيك بايندينج، وده بيبقى قوي. السبيسيفيك اتاشمنت سايتس على الفيروس ممكن تكون على الانفلوب بتاع الفيروس زي الهيم اجلوتينين مثلا في الاورسوميكزو والباراميكزو فيروسز، ودي تبقى الاورجانيل بتاع الفيروس اللي هيمسك في ريسبتور الخلايا. او في بعض الفيروسات بيبقى عندها بنتون فايبرز زي الادينو فيروسز، ودي اللي بتمسك مع الريسبتور بتاع الخلايا. او لو ما كانش الفيروس عنده بروجيكشنز خالص فبيمسك بالكابسوميرز او اللي هو بنسميها البنتاميرز اللي موجوده في الانجلز بتاع المثلثات اللي موجوده كايكوزا هيدرال سيمتري. اذا الاورجان اوف بايندينج بالنسبه للفيروس في الحاله دي بيبقى البنتاميرز في حاله البيكورنا فيروسز. لو اتكلمنا على السبيسيفيك اتاشمنت اريا على السيلز فدي بنسميها ريسبتورز. لكن بنجد ان في بعض الفيروسات بتبقى متخصصه جدا جدا لبعض الريسبتورز اللي على الخلايا، يعني ما تمسكش الا ريسبتورز معينه على خليه معينه، دي زي البوليوميلايتس فيروس او فيروس شلل الاطفال لما يمسك على ريسبتورز الخلايا اللي جايه من البرايمت اوريجين اونلي. اما البوكس فيروسز فدي بيجد الريسبتورز بتاعته على انواع كتيره جدا من الخلايا، يعني له برود رينج او وايد رينج من السير ريسبتورز بيمسكها. عدم وجود ريسبتورز متخصصه للفيروس على الخلايا هيخلي الفيروس ما يمسكش مع الخليه دي، وبالتالي مش هيقدر يعمل المالتيبليكيشن سايكل. بعد ما بيحصل الاتاشمنت بين الفيروس وبين السسبتبل سيل الخليه اللي بيبقى عندها ريسبتور لهذا الفيروس، بتحصل الخطوة الثانية من المالتيبليكيشن سايكل ألا وهي البنتريشن أور إنتري أوف ذا فيروس إنتو ذا سيل. الفيروس بيدخل الخلية، بمعنى إن لازم النيوكليك أسيد بتاع الفيروس سواء عليه جزء من بروتينات الفيروس أو الفيروس ككل بروتينز ككل يدخل جوه الخلية. هذا الإنتري بيحصل إزاي؟ بيحصل بثلاثة ميثودز: الدايركت بنتريشن أو الاختراق المباشر، اندوسيتوزيس او الاندغام الخلوي، فيوجن ويز بلازما ممبرين او الاندماج مع جدار الخليه. لو اتكلمنا على الدايركت بنتريشن بنقول ان البكتيريفاج بتيجي تقف او تمسك مع الريسبتور اللي موجوده في السيل وول بتاع البكتيريال سيل. البكتيريوفاج بيبقى عندها اللايسين انزيم، تفرز اللايسين انزيم فيبتدي يعمل دايجيشن للبكتيريال سيل وول ويعمل لها بروليفريشن، ويبتدي البكتيريوفاج تنقبض علشان خاطر كما لو كانت بتحقن النيوكليك اسيد بتاعها في السيتوبلازم بتاع الخليه البكتيريه. ده بالنسبه للبكتيريوفيجز. لو اتكلمنا على الطريقه الثانيه من دخول الفيروس للخليه بنسميها اندوسيتوزيس او فيروبيكسز، ودي بتتم مع نون انفلوبد فيروسز وانفلوبد فيروسز، وفيها ان الفيروس بيبتدي يقف على سطح الخليه ويعمل الاتاشمنت. بعد كده الفيروس بيضغط على السيل ممبرين ويلفه حوالين نفسه ويقتطعه ويدخل بيه للداخل ويعمل حاجه اسمها اندوسيتوتيك فيزيكل. في الاندوسيتوتيك فيزيكل يبتدي الهيدروجين ايون يدخل جوه الاندوسيتوتيك فيزيكل ويبتدي ان هو يزود الاسيديتي جوه الاندوسيتوتيك فيزيكل، فيأثر على بروتينات الكابسيد بتاع الفيروس او البروتينات اللي موجوده في الانفلوب بتاع الفيروس ويبتدي يعمل لها دايجيشن، بروتيز انزيم يعمل لها دايجيشن فتبتدي تبقى الكابسيد كما لو كانت مثقبه، فدي بنسميها ريسبتور ميدييتد انتو اندوسيتوزيس. اما الانفلوب دي فيروس نفس الطريقه، بتيجي تقف على سطح الخلايا وتاخد الجزء من السيل ممبرين وتدخل لجوه وتعمل برضو اندوسيتوتيك فيزيكل، بس الاماكن اللي بيحصل فيها البورفريشن هي اماكن التقاء الريسبتور مع الجلايكوبروتين بيبلوميرز بتاع الفيروس، وبيبقى كده ان بيحصل البورفريشن نتيجه ان البروتيز انزيم بيعمل دايجيشن للبروتين اللي اتاثر بتغير البي اتش جوه الاندوسيتوتيك فيزيكل، وبالتالي النيوكليك اسيد بتاع الفيروس يقدر يخرج في السيتوبلازم. في حاله ان الفيروس بيعمل مالتيبليكيشن في النيوكليوس ففي حاجه اسمها ترافيكنج بروتين.
الترافيكنج بروتين دي بتمسك مع النيوكلو بروتين بتاع الفيروس وتبتدي توصله للممبرين بتاع النيوكلياس، توصله للنيوكليار ممبرين عشان يبتدي يدخل النيوكلياس ويعمل فيها مالتيبليكيشن، في حالة ان هو هيعمل مالتيبليكيشن في السيل نيوكليوس. الطريقة الأخيرة اللي بيستعملها الفيروس في دخول الخلية وهي الفيوجن اوف ذا فايرال انفلوب وذ ذا بلازما ميمبرين، وبالتالي دي مش بتبقى موجودة إلا مع انفلوب دي فيروس عندها فيوجن بروتين. بعد الاتاشمنت بين الفيروس والسيل ريسبتور بيحصل فيوجن بين السيل ميمبرين وبين الانفلوب بتاع الفيروس، ويبقى الانفلوب بتاع الفيروس كما لو كان بقى جزء من السيل ميمبرين بتاع الخلية، وبالتالي النيوكليك اسيد اللي محاط بالنيوكليو بروتين تلقائيا بيجد نفسه جوه الخلية، وده بيبقى مع نوع من انواع الفيروسات اللي بيبقى عنده فيوجن بروتين بنسميهم الباراميكزو فيروسز. خطوة الانكودينج ودي بتالي خطوة الادسوربشن وخطوة الانتري، ودي بيحصل فيها ريليز للفيروس نيوكليك اسيد من الفيرال بروتين كود علشان يبقى متاح للترانسكريبتيز انزيم انه يشتغل عليها. الفيروسات اللي بتدخل بالاندوسيتوزيس بيبقى الاندوسيتوتيك فيزيكل بيدخل فيها الهيدروجين ايون وبيرفع البي اتش بتاعتها بحيث تبقى اسيدك، وبالتالي البروتيز انزيم يجي يشتغل على النيوكليك اسيد ده ويكسره ويتعمل ريليز للفيروس في سيتوبلازم الخليه. في حاله الفيروسات اللي هي بتعمل فيوجن مع الفيوجن للانفلوب بتاعها مع البلازما ممبرين بتاع الخليه، فكده النيوكلو بروتين بتاع الفيروس اللي بيحتوي على النيوكليك اسيد بيدخل تلقائيا جوه سيتوبلازم الخليه. في حاله الفيروسات اللي النيوكلو كابسيد بتاعها هيليكال انسايمتري ده ما بيحتاجش كومبليت انكودنج، وممكن يحصل ترانسكريبشن للفيرال نيوكليك اسيد بينما الهيليكال نيوكلو بروتينز حواليه. اما الفيروسات اللي عندها ايكوزا هيدرال نيوكلو كابسيد زي البيكورنا فيروسز دي لازم يحصل لها ريليز علشان خاطر الايكوزا هيدرال نيوكلو كابسيد يتشال والنيوكليك اسيد بتاع الفيروس يبتدي يحصل له ترانسكريبشن. وفي بعض الفيروسات بيبقى عندها اتنين كابسيد زي الريو فيروسز، لازم واحد من الاتنين كابسيد دول يتشال تماما وبعدين الكابسيد التانية لو حصل لها بورفوريشن او تبتدي تتثقب يخرج منها الفيرال نيوكليك اسيد. اما البوكس فيروس وده بيبقى له كومبلكس بروتين عدد بروتيناته كتيرة جدا في ليرز حوالين النيوكليك اسيد، فبيحصل له انكوتنج على مرحلتين. المرحلة الاولانية فيها لغاية نص الجينوم او نص الجينوم بالظبط بيحصل له انكوتنج نتيجة ان هو بيدخل بالاندوسيتوزيس، فبالتالي بيتشال جزء من بروتينات اللي حوالين النيوكليك اسيد لنص بالظبط. بعد كده يحصل ترانسكريبشن من النص اللي حصل له انكوتنج دوت من الجينوم، يحصل له ترانسكريبشن لمسنجر ار ان ايه يروح يترجم لانكوتنج بروتين، وبعد كده يحصل الكومبليت انكوتنج. يبقى بيحصل لانكوتنج للبوكس فيروس على مرحلتين، مره للنص الاولاني منه، وبعد كده بيحصل النص الاولاني ترانسكريبشن علشان يعمل انكوتنج بروتين علشان يعمل الكومبليت انكوتنج. بعد الانكوتنج بتاع الفيروس النيوكليك اسيد بتاع الفيروس بيبقى موجود جوه الخليه وبروتينات الفيروس بتختفي، وبالتالي ما كانش عندنا وسيله اخرى لتتبع الفيروس غير بروتينات الفيروس، وما دام الفيروس بروتيناته اختفت والنيوكليك اسيد بس اللي موجود فما كناش بنقدر نتتبع الفيروس، فالفيروس كان بيختفي جوه الخليه لحد وقت معين يحصل تجميع للفيروس جوه الخليه، وبالتالي كانوا بيسموها المرحلة الغامضة أو إكليبس فيز. وبالتالي الإكليبس فيز دي كانت بتبقى المدى الزمني بين اختفاء الفيروس جوه الخلية بعملية الأنكوتينج وحتى ظهور كومبليت فيروس بارتيكلز جوه الخلية. زي إكليبس بيريود أو إكليبس فيز هو extends between uncoating of the virus till appearance of complete virus particles again. طيب الاكليبس فيز ده كانوا بيقسموه الى فترتين، فتره بنسميها الاكليبس بيريود ودي بتمتد من الانكوتنج وحتى ظهور كومبليت فيروس بارتكل ويزن ذا سيل جوه الخليه،
وفي فترة تانية بنسميها الليتنت بيريود، اللي هي الفترة بقى اللي بتمتد لما الكمبليت فيروس بارتيكل تخرج بره الخلية وتعمل ريليز من الخلية. يبقى في اكليبس بيريود وليتنت بيريود. طبعا المدى الزمني للاكليبس فيز بيختلف بين فيروس وفيروس، ففي البكتيريوفاج بيحتاج من 15 ل 20 دقيقة من الانكوتنج حتى كومبليت سينسس اوف كومبليت فيروس بارتيكل ويزن ذا سيل. اما بقية الانيمال فيروسز فبيتراوح زي الادينو والبارفو فيروسز، فيتراوح الاكليبس فيز فيهم بين 12 الى 15 ساعة. الاكليبس فيز دي بتبقى بيريود اوف انتنس ميتابوليك اكتيفيتي، وبيبقى فيها الفيروس بيوجه الخلية انها تعمل نسخ كتيرة جدا من النيوكليك اسيد بتاعه، وتعمل لكل نسخة نيوكليك اسيد بروتين كوت علشان خاطر يحصل الاسمبلي. علشان الفيروس يعمل نيوكليك اسيد وبروتين كوت الخلية تعمله له، لازم يبقى فيه بايوسينسيتيك ستيب. البايوسينسيتيك ستيب دي بتتضمن الترانسكريبشن اللي هو النسخ للمسنجر ار ان اي، الترانزليشن اللي هو ترجمه المسنجر ار ان اي الى بروتينات، النيوكليك اسيد يبتدي يكتر والبروتينات بتاع الفيروس تبتدي تكتر ويحصل اسمبلي ويحصل ريليز للكومبليت فيروس بارتيكل. بكده يبقى احنا خدنا اول ثلاثة ستيبس بتاع الفيروس مالتيبليكيشن سايكل، الا وهي الادسوربشن والانتري والانكوتينج انكلودينج الاكليبس فيز، وهنكمل ان شاء الله المحاضرة الجاية.